في مجتمعنا كلمة عيل عند الكبار مش مرتبطة بكل المعاني الحلوة اللي قلناها. انت عيل يعني ندل، يعني ترجع في كلامك، يعني بتخاف، يعني فافي. لغاية ما تحولت كلمة عيل في مفرداتنا لشتيمة. هو ده اللي احنا شايفينه في عيالنا؟ ها؟ ما اعتقدش. أطفالنا أحلى من كده بكتير. يا ريت كل واحد يقدر يقف قدام المراية ويقول أنا عيل.